بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة، هذه مكتبة كبيرة، فيها أقلام وكراسات ومساطر، وفيها الطباشير والخرائط. هذه خريطة العالم الإسلامي، وتلك خريطة آسيا. هذا رف الكراسات، وذلك رف الكتب، وهذان بائعان، وهاتان امرأتان واقفتان أمام الكتب. هذه كراسات جيدة، وهذه كتب مفيدة، وهؤلاء رجال حضروا لشراء الكراسات والكتب، وهؤلاء بنات حضرن لشراء الأقلام والخرائط. أولئك موظفون وأولئك موظفات. الموظفون حضروا لشراء المجلات، والموظفات حضرن لشراء الجرائد. المكتبة بيت المعرفة، والعلم نور للإنسان.